حرر أبطال الجيش والمقاومة في الضالع عددا من المناطق والتباب التي كانت تقبع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، وذلك بعد معارك طاحنة شهدتها جبهات القتال في الضالع استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. وحقق خلالها أبطال الجيش والمقاومة انتصارات كبيرة تكبدت فيها الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى سيطرة أبطال الجيش والمقاومة على مفرق الفاخر ومنطقة بيت الشرجي ومنطقة الشعرة وحبيل العبدي وحبيل السماعي وتبت النيجة الواقعة غرب الضالع. الجدير بالذكر بأن المعارك التي دارت رحاها في جبهات الضالع ضد ميليشيا الحوثي لا زالت مستمرة وسط تقدم كبير لأبطال الجيش والمقاومة نحو حمام الرخزة بجبهة الفاخر. تمكنت قوات الجيش والمقاومة من صد هجوما واسعا شنته الميليشيا الحوثية على جبهة الجب بمحافظة الضالع، وأفادت مصادر عسكرية أن الميليشيا شنت هجومها الفاشل على مواقع جبهة الجب وتم كسره وتكبيدها خسائر بشرية فادحة ما بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن الميليشيا بدأت هجومها عقب محاولة تقدمها إلى وادي صبيرة وسط تغطية نارية كثيفة، إلا أنه تم التعامل معها من قبل قوات الجيش والمقاومة المتمركزة هناك بمختلف أنواع الأسلحة. أعلنت القوات المشتركة إحباط محاولة تقدم لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، ونقلت مصادر ميدانية أن الميليشيا الحوثية شنت هجوما واسعا بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع للقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. وأضافت المصادر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة استمرت لساعات حيث تمكنت من التصدي للهجوم وتكبيد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. استشهد شاب عشريني برصاص ميليشيا الانقلاب الحوثية أطلقتها على جموع من المصلين بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة. وأطلقت الميليشيا الحوثية المتمركزة في بيت بيش النار على المصلين في مسجد بيت مغاري بمديرية حيس، وأسفر الاستهداف عن إصابة الشاب عبد الله سعد قبيع 25 عاما برصاصة معدل اخترقت جسده ما أدى إلى استشهاده على الفور.